صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بخير من بعد هذه المائده المتنوعه بالحلويات اللي شفتوها. جيت باش نتمنى لكم الصحه عندكم ليكم ولكامل عائلتكم وكامل احبابكم. ان شاء الله تكونوا جوزتوا رمضان بخير وعلى خير وبصحه جيده. ربي ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء باش نعاودوا نولوا لحياتنا الطبيعيه. اما احنا لافونتور كونتينيو بعد رمضان ان شاء الله مع وصفات الصيف. نبقى لي غير نقول بالصحة والعافية.